راح فيكم اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت ببرنامج فتنس، البرنامج اللي يختص بلعبه كمال الاجسام وتغذيه. نكمل مشوار حلقتنا مع الكابتن عبد الله التركي وتمارين لعضله البايسبس. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافيه. طبعا احنا دشينا وياك تمارين الصدر بالحلقات السابقه وانت ذكرت ان تمرين الصدر يكون معاه باي. ايوه. تمارين الباي كم زاويه فيه وكم عضله؟ تقريبا هو يعني اوفر اسف التكوير حلو والهمر حلو والتبادل، يعني فيها يمكن اربع زوايا تقريبا. اربع زوايا ممكن احنا نستخدمهم بالتمارين وننوع فيه. ايوه. زين، التمرين هذا راح يكون شلون طريقته وشنو يستهدف اي منطقه من الباي؟ هذا المنطقه الاماميه اللي هي بالشكل هذا، هذا اللي هنا، لان انا ماخذ زقزاق اللي هي متعرج، فراح اشكل المنطقه اللي هنا تكون اللي هي القصه اللي هنا مالت الباي. انزين، في شباب ياخذون من البار هذا ضيج وواسع. اي. يعني في هالتكنيكين. شكل منطقه داخليه فعلا، شكل منطقه داخليه اللي هي داخل الباي اللي هنا تصير، وهذه تشكل المنطقه الخارجيه اللي شكل الباي من برا اللي تصير على طريقه القصه. اي. نشوف طريقه التمرين وشلون تدخل تمرينك. بس انا طبيعي قبل ادش باي تمرين الباي، خصوصا التمارين اللي فيها بار البيطان بشكل عام، هذه دائما ادخل فيها الحزام. حلو. اللي هو يكون سيفتي افضل لك انت الحزام. اللي هو هذا. طبعا الحزام هذا يسوي وقايه حق الظهر. أيوة. خصوصا بالتمارين اللي تكون فيها واقف وشايل فيها وزن. وزن. نشوف طريقه حتى من غير وزن افضل لك، يعني يكون سيفتي لك، ان في بعض المرات يعني ما تخدمه بالتكنيك او ما تقدر ترفع البار بالتكنيك فيشد مع البار. أي. هذا افضل لك، يخليك تثبت الركبه. راح نمسك البار بالطريقه هذه من طريقه المتعرج وراح نلعبها. ايوه المتعرج. واحد طقه كامله. اثنين. كم عدة تاخذ؟ راح العب ثلاث جولات بعشر طقات. ثلاث جولات بعشر طقات. انت العضلات الكبيره كنت تاخذهم اربع. اربع جولات. عضله صغيره هذه راح تاخذها ثلاث. ثلاث، لان انا قلت لك انا مثل انا بسرعه جسمي حرق. اي. فما ابي احرق العضله الصغيره واتعبها واخليها تدش بحاله الهدم. اي. فتختلف من جسم لجسم. في اجسام ممكن انها تتحمل اربع خمس جولات. ايوه عادة. ممكن. بالطريقه هذه انا وصلت لمستوى عند صدري ونزلت على الراحه لين ما البار حاش فخذي بالطريقه هذه. وانا الاحظ ان انت اللي قاعد تنزل وزن. أيوة. في شباب يقطونه قط. لا، في ناس من تهده انت مثلا. أيه. ممكن ياثر على مفصل ايدك اللي هو نفس الكوع او المفصل مال الكف. طبعا العضله ما تستفيد لما تنزل. اي طبيعي. فلازم يكون النزول بشكل بطيء. انت اللي متحكم بالوزن. ايوه انا اللي متحكم. مو الوزن اللي يتحكم فيك وينزل. بالشكل هذا راح ناخذها 10 طقات بالشكل هذا بالطريقه هذه. لعب تركيز، قاعد العب تركيز ونفس الوقت اني انا مو مجهد نفسي، قاعد تشوفني انا قاعد العب قاعد اتمرن وقاعد اتكلم. حلو. فعامل التنفس اللي انا شغال معاي، قاعد اتنفس والعب نفس الطريقه هذه. بعشر طقات. وهم في ناس اخطاء اللعبه هذه، في ناس يحرك ظهر. يحرك اللعب، فانت شغال عضله الظهر وانت قاعد تزور عليها، انت ما قاعد ترفع بيدك. اي. انت قاعد ترفع بظهرك او بركبتك انت قاعد تدس. فالسيفتي مالها انك تلبس الحزام افضل لك عشان ما يشد جسمك. تثبت ظهرك ما تثبت. وتثبت ظهرك وترجع ايدك بالطريقه هذه وتلعب الراحه. 10 طقات وتخلص. كذي احنا نكون خالصين الجوله الاولى. طبعا الراحه تكون اتوقع اقل من العضلات الكبيره. طبيعي اذا انت خليها 20 ثانيه 15 ثانيه 20 ثانيه 15 ثانيه ودش الجوله. ودش الجوله. تزيد اوزانك؟ ازيد اوزاني من جوله لجوله ازيد اوزاني، بس هم ارجع للنقطه او القاعده اللي تقول ما اقدر ازيد الوزن. ازيد شنو؟ طقات. احنا ما راح نزيد وزن الحين لان هذا الوزن موجود ونبي نشرح فيه طبعا بوزن خفيف عشان نوصل شرح التكنيك المفصل حق التمرين حق المشاهدين. ندش الجوله الثانيه ونشوف طريقه التكنيك وطريقه صعود الوزن او رفع الوزن. مسك الدمبل والبار بالشكل هذا عن طريق المتعرج. هو له كذا تكنيك اقدر العبه بكذا تكنيك، اقدر العبه للنص. اي. وتشغل نفس الزاويه، العبه للنص وتشغل نفس الزاويه. بس انا قاعد العبها كامل عشان اسكر عضله الباي كامله. بالطريقه هذه 10 طقات في الباي كامله. يعني في تمرين للنص. في تمرين للنص بالشكل هذا يعني. واحد وارجع. أي. وفي تمرين لا. واحد وارجع. نزول للنص. للنص. اي. فانا راح العبها كامله، انا من جد كامل. تمريني كامل. في طبعا التمرين هذا في كذا طريقه، كذا تكنيك ممكن انت تاخذه. مثل ما تكلم الكابتن عبد الله. مثل ما قلنا من اخلص تمرين اسوي فيه استرتشات دائما اسويها.
اللي هي أمقط الباي، أمقط الباي بشكل هذا، أمقط الباي أسوي استرتش كامل حق أي عضلة لعبتها، فهذه أفضل لك، أفضل للجسم وأفضل للعضلة، ما يحوش شد على طول. أيه. تقدر تدش الجولة اللي بعدها يكون في شد بس شد بسيط معقول. فتسوي لها استرتشات بين جولة وجولة. وجولة. كذي احنا نكون خالصين جولتين، باجي لك جوله، نطلع فاصل ونكمل وياك ان شاء الله الجولات، نكمل وياك تمرين الباي بحلقه جديده. يعطيك العافيه ومشكور ما قصرت. خلوكم معنا اعزائي المشاهدين في فقره من فقرات برنامج فتنس بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم اعزائي المشاهدين من قناه الكويت سبورت وحلقه جديده من حلقات فتنس وفقره التغذيه. معكم أخوكم أخصائي التغذية العلاجية والرياضية علي عزيز. اليوم راح نستكمل موضوع التغذية أثناء وقبل وبعد ممارسة التمرين عالي الشدة أو ممارسة منافسة معينة كالمباريات. شلون ممكن نتغذى وشلون ممكن نحط الأهداف؟ شنو الأهداف وليش نحط أهداف حق التغذية ما بعد التمرين؟ يعني ليش احنا نقول مثلا دائما ننصح بعد التمرين اكل عدل، اكل عدل ليش؟ شنو الهدف من الشيء هذا؟ اربع اهداف اساسيه نحطها بالحسبان. اول شيء نزود جسمنا بالكربوهيدرات ما بعد التمرين، احنا فقدنا الكربوهيدرات الموجوده بالدم، الجلوكوز موجود بالدم، وفقدنا ايضا السكر المخزن بالجسم على يد الجلايكوجين، فاحنا فقدنا تقريبا كل الكربوهيدرات اللي بالدم، فالسكر اللي بالدم، فاحنا نحتاج نعوض، فلازم ناخذ كربوهيدرات كأول هدف ما بعد المنافسه. ثاني هدف ان احنا نزود ايضا جسمنا بالبروتين، ان احنا خسرنا كميه بروتين عاليه اثناء المنافسه، وبالتالي صار في بريك داون حق المسلز او صار في تكسر بالعضلات، فاحنا لازم نرد نزود العضلات بالبروتين الكافي لبناء وايضا لتحسين الكتلة العضلية. ايضا الهدف الثالث ان احنا نعوض جسمنا بالمعادن اللي فقدناها اثناء المنافسة، خاصة احنا ندري بعد منافسة شديدة مثلا نقول ساعة او اكثر الجسم يفقد المعادن كالصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم الفوسفور الى اخره، فلازم نعوضه، لازم نعوضه خاصة بالسوائل، السوائل هي اللي راح توازن المعادن بالجسم بعد المنافسة. الشيء الرابع والمهم ايضا احنا نتفادى المشاكل الهضمية اللي تصير بالجسم، لازم نحط بالنا بعد التمرين مباشرة ما ناكل أكل كميات كبيرة أو نشرب سوائل كميات كبيرة عشان نتفادى مشاكل الجهاز الهضمي، فلازم ناكل باعتدال ونشرب باعتدال عشان نتفادى هذه المشاكل. كذي خلصنا من الجزء الأول من موضوع تناول الأكل والمشاريب ما بعد التمرين، وإن شاء الله بالحلقة الجاية راح نسولف تفاصيل زيادة إيش كثر نحتاج كربوهيدرات وسوائل وبروتين بعد التمرين بحيث ان نحافظ على ادائنا في المراحل القادمه. وكذي خلصنا من الحلقه وان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه.